فاكيها المحروس ابنك ما قاليش على ليلة امبارح. ازاي الكلام ده؟ ما هو بابا ما بعتش تلغراب بميعاد وصوله غير امبارح. اها شفت ازاي بقى يا ست فاكيها؟ طب ده انا اللي هموت بحسرتي عشان مش هقدر احيي ليلة صاحبي وحبيبي. ما تتفضلوا اتفضلوا 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 اتفضلوا. اهلا ايه ده يا مولانا؟ ايه؟ طلع الاجنده يا ولد يا يوسف وقرروا برنامج العمل بتاعنا علشان يعرفوا ان انا حتى مش قادر اهرش. اقعد يا مولانا. من الساعة 11 للساعة 4 تسجيل تواشيح في استوديو 42، ومن الساعة 6 للساعة 9 حفل طهور ابن علي بيه خليفة. الله أكبر. ومن الساعة 9 إلى ما شاء الله إحياء ذكرى البهنساوي باشا. خلاص يا ماما، مفيش داعي الشيخ أيسون يقعد يبيع ويشتري فينا. الحكاية كلها دي تشريف ب 3 جنيه وربع للشيخ النقشبندي. معقول؟ الحاج دندراوي أكبر مقاول في مصر، تحليلته برضه بشيك كاسيت؟ هتودوا وشكوا فين من الناس يا ست فاكيه؟ والله اللي يتهزلوا العرش. ما يحصل ده ابدا طول ما انا على وش الدنيا. 1000 جنيه اهو، خلص صوان الباشا وتعالى سهل لعندنا. يا ناس مش كده؟ وانا لاقي صحتي؟ وادي كمان باكو. معلش بقى يا مولانا معلش، تعالى على نفسك شويه. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده يا يوسف. انا عارفه هو عاوز الثلاث بواكو. يلا بينا قبل ما ينجح في كلامه. يلا انا عرفت وشرفت. يلا خطوة عزيزي، مع السلامه. مع السلامه يا ست فاكيه. مع السلامه. محدش بياكلها بالسائل. لا حول ولا قوة إلا بالله، بيتهيألي الناس دي واقفة من يوم ما سافرت. مالك؟ سلام. تعال تعال يا ام، اقعدي اقعدي ساعه. ايه يا ام مالك؟ مفيش يا ولد، اديني بوك ميه. حاضر. اشربي يا ام اشربي اشربي. الشيف يظهر عشان النهارده مسحت السلم من اول النهار على لحم بطني. باين جات لي دوخه يا ولد. ايه بس اللي بتعمليه في نفسك ده يا امه؟ ايه يا امه مالك؟ مفيش يا بنتي، انا بخير. كنت فين يا بت؟ انا مش بيت، انا اسمي رؤيه. كنت فين يا ست رؤيه؟ كنت بنضف شقه ست عطيات. انا مش امه قلت نبطل دخول الشقه المفروشه دي؟ يا ولدي دي الست عطيات ست طيبه قوي. انت ناسي ان اختك رجيه متربيه مع بناتها ومع صوت رقبه اسمها عيش. فينها من صباحيه ربنا؟ بتذاكر مع واحده زميلتها لحد دلوقتي. ياما ياما انت بتبطل بيه مع البنات، هتخليه يطيشها في البيت ده. انا مين اللي بيقول ده يا ولدي؟ ده احنا تلات ولايه وعايشين في ضله. يلا اتكل على الله وروح شوف رزقك. يلا حلاوتك يا بنت يا رؤية، والنبي انت كسرة في الفقر يا بنت. ايه يا بنت الفضيحة اللي انت عاملاها في روحك دي؟ فضيحة ايه يا امه؟ انت عارفة